دعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. بعزتك يا عز المسلمين، اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والأفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات. بعزتك يا عز المسلمين، بعزتك يا عز المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.